أوهو في الوجه جو يركضون يا أخي ما خسكم. شوف أقدر أتفاهم معهم يعني بس إنه بيأخروننا. تعال 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 يا أخي والله ما عندي وقت لكم صراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الحلقة الرابعة من السلسلة اللي آخر فيديو نزلنا لها قبل 5 أشهر، The Forest أو النجاة في الغابة. لا كيف أفتح الباب؟ امشي ما يحتاج اضغط اي معليش. عموما حياكم الله في لعبتنا الجميله هذه، والله العظيم انا اسف اني سحبت عليها لكن نسيت، وثانيا تحطمت. دقيقه نصلح هذه الاشياء، لان يوم انا لعبتها تذكرون في بدايه التسجيل قلت لكم ان ترى بلعبها عشان ان المطورين بينزلون الجزء الثاني ومنها نتذكر الجزء الاول وما ادري ايش، بس الحين اجلوا الجزء الثاني الى شهر 2 سنه 2023، فعشان كذا سحبت عليها. والله انا يعني ما بسحب عليه تعرفون يعني ما شاء الله. عموما حياكم الله في الفيديو الجميل هذا، ان شاء الله انكم تستمتعون. الفيديو بجوده 4K ومشاهده ممتعه جميله. عموما تذكرون اخر شيء سويناه في مكاننا الجميل هذا اننا سوينا فخوخ وعبينا المنطقه هذه بالفخوخ، وقلتوا لي ان الفخوخ هذه جميله لكن لو انك تقربها من الحاجز حقك افضل. فاتوقع ان هذا من الاشياء اللي راح نسويها الحين مبدئيا، وثانيا عندنا مهمه جدا 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 خطيره راح نسويها ان شاء الله بعد شوي. بس قبل هذا خلونا نحاول نضبط الفخوخ هذه لا مو كذا، ودي اعبي المنطقه هذه بالفخوخ منها عشان ما يكسرون بيتنا، وفي نفس الوقت عشان نقدر نرقد، لان انتم عارفين اذا في زومبي النوم يصير يعني الصراحه ما ادري ايش اقول، لكن النوم يصير يهج ما نقدر نرقد. بس تدرون والله اني شايل هم الموارد، بالله من وين بجيب الموارد هذه كلها؟ بقعد الوت واكسر اشجار، وقلتوا لي صح ان فيه القنابل، لو ارمي قنابل على الاشجار بتعطيني لوت افضل او بتكسر الاشجار افضل، والافضل برضو انها تكون جنب بعض، يعني لو ترمي قنبله على شجره واحده وجنبها اشجار بيكون الوضع زي الحلاوه، بيتفجرون يعني كل الاشجار. والله انا خوف اني انا اكل الفخ ذا صح؟ والله لعلي انا اللي بعدين بجي في الفخ هذا وبروح فيها، والله ماني مطمن يا جماعه. قاعد اسمع اصوات وتلفت كل شوي، وللامانه كل ما لعبت ذا فورست والله اني اسمع اصوات هنا عندي في الشقه. فعشان كذا قاعد اسوي نفسي اني ماني مهتم، ما في اصوات يا رجال، لا يا رجال باقي جديده. طيب وقت التجميع بيجي الليل، فبختصر لكم الوضع، بحاول اني الوت واقفل كل هذه الاشياء قبل ما يجي الليل، وان شاء الله نرجع لكم بعد ما نخلص. والله قسم بالله خرشني، الله لا يسامح. قفل الباب، قفل الباب، الباب ما يقفل ليه؟ تعال تعال والله يقلع ابو شكله، خرشني يا جماعه خرشه، والله العظيم يا جماعه شعر راسي وقف. ايش فيه؟ تعال في غيرك، هو في هنا واحد. ليه ما تشتغل الفخ؟ ليه ما اشتغل بالله يا طيب فخ؟ توني مسويه. لا دقيقه جيتم كلكم ليه؟ اوه الهيلث. لا دقيقه استمنه خلصت شباب، دقيقه يلا انقلع يا الفخ. الفخوخ فاسده، شوف داخلين طالعين منها ما يس... وهذاك شرد راح يدعي فزعه. تعال هذول العصابه، مو العصابه شو اسمهم الرؤساء. والله يا ليت في اسلحه يا اخي قويه في اللعبه، ما في. تعال تعال بالله القم، يلا القم. الله يقل عم الحال، الحين بقعد اصلح الاشياء ذي خلاص. صباح الخير بعد النكبه اللي صارت، والله العظيم انهم خرشوني خرشه الله لا يوريكم. يلا الحين اقول نصلح البيت، توني صلحت المشكله. يلا وقت الشلوط الحين، ما خسكم ما يخلون الواحد يشتغل. اخيرا خلصنا الفخوخ يا جماعه، شلوطنا هذول الكريهين. خلوني اروح اغسل لان الدم هذا يخليني مجنون، وعندنا مهمه زي ما قلنا لكم انها مهمه جدا، فخلونا ننطلق. طيب قاعد اصنع قنابل لانها من الاشياء المهمه جدا. هل عندنا ساعات؟ ايوه اللي بنحتاجها في مهمتنا التاليه بتعرفون بعد شوي. طبعا من اهم الاشياء في اللعبه ذي في لها قصه طبعا اللي ما يدري. ولدنا زي ما قلنا لكم اخر مره تدرون انه محشور في مكان ما، فعشان كذا يبغالنا نروح وننقذ الولد، وعشان ننقذه نحتاج بطاقه، البطاقه هذه تدخلنا للمعمل، وهذا هدفنا اليوم يا جماعه اننا نروح ناخذ البطاقه هذه. والله يستر. اوهو في الوجه جو يركضون يا اخي ما خسكم. شوف اقدر اتفاهم معهم يعني بس انه بيأخروننا. تعال 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 يا اخي والله ما عندي وقت لكم صراحه. ايش في؟ نعم يلا سدحناهم واحد شرط، لكن ما عليه، اهم شيء ما يروح ينادي الكريهين الثانيين اخويا.
نغسل ونكمل طريقنا. بسم الله. اوكي يحسبوني ما اشوفهم لكني اشوفكم ترى. شوفهم هناك اثنين، والله ما ودي اروح. شوف شوف انا اقول اسحب عليهم، كان احد يركض وراي. والله اني بديت اوسوس، ترى في اصوات واجد مره في اللعبه، بخلي الصوت مرفوع عشان تسمعون. يلا يلا جايب لي الدفاعات حقتهم هنا، يعني اني المنطقه حقتنا. يلا بس ايش في هنا؟ اوه هلا والله، عطنا ماذر بورد. ايه هذه الشحنه حقتهم ضاعت هنا، مساكين ينتظرونها الحين، وهي في الجزيره الموبوءه ذي. اوكي صار فل معدل. اوه في رساله، ايش هذا؟ والله ما ادري ايش، اتوقع حقت الشحنه حقت قلع. خرجني الله يقلع ابليس. طيب ايش في؟ سلحفاه يا اخي، اصوات غريبه بالله. السلحفاه تقول سلامات. المهم المكان اللي نبغى ندخله كهف، وتعرفوني مع الكهوف، يعني اكره ما عندي في اللعبه هذه الكهوف. والله شوف بيوتهم هناك. بنروح بنروح بنروح، مالي مالي بنروح. دعواتكم يا ربع. بسم الله توكلنا على الله. دخلنا الكهف، الله يعين. شوف الظلام، ظلام ظلام، قسم بالله ما اشوف شيء. كانهم حالفين انك والله ما تشوف شيء في الكهف. تمام خلونا نحاول نرفع الاضاءه. رفعتها اخر شيء تدرون، قسم بالله رفعتها اخر شيء، بس والله ما اشوف شيء. عشان كذا خلونا ناخذ ذي ونشغلها ونحاول يعني نتم مهمتنا ذي على خير. اوه هلا والله، هذا تاك هنا في الخيمه، نقدر نسوي سيف. تدرون والله بسوي سيف هنا صراحه، لان ما نضمن وش بيصير لنا بعد شوي. احتياطا اعطونا هذا شو اسمه، اعطونا ذي الاشياء. اي ما ندري ايش يصير، يمكن نموت يمكن نحيا يمكن مدري ايش. والله ما اشوف شيء يا جماعه. في طريق يمين؟ لا احنا طريقنا سيده، وللمعلوميه اذا ما تدرون يعني، اتوقع اننا بنقابل كائن اسمه ارمزي. هذا الكائن من أسوأ الكائنات الموجودين في لعبه ذا فورست. لا بس اقول لكم اذا ما تدرون يعني، ما يموت. خفاش خفاش خفاش، حتى الخفاش يخوفني. خفاش، هل في احد هنا؟ انا كاني رجعت، رجعت يا عيال. من الخوف سويت 360 ورجعت. الله يقلع عمر. يضحك. اوه تشوفونهم هناك ثلاثة. طيب ما يقدرون يطلعون، هذا شيء كويس. ودي استخدم عليهم القنبلة، بس في نفس الوقت ما اشوفهم بالضبط وين. تدرون وين القنبلة؟ عطنا بالله اوري امك انت وياه. بس والله ودي اصكها فيهم بالضبط عشان نطمن انهم يفطسون. اي تشوفونهم هناك. امسك، ايوه امسك، انفجري. حلو واحد مات، بس شو الفائده؟ والله لنزل عليكم السيف رقم واحد. حط واحد بالله، ما اقدر اضغط واحد هنا. دقيق دقيق بطلع سيف، وينكم؟ ها هذا هو واحد جاء. نعم بدل ما ترحب فيني تقول اهلا وسهلا في كهفنا المتواضع، تقول تنابع على مخي. يضحك يضحك، ايش السرعة ذي؟ القم القم القم، وين خويك؟ اسكت، اوكي فطس الاول. نجي للثاني، اشتغل يا شو اسمه الولاعة. قررت تطفى الحين، طيب طريقنا يمين حنا، صح؟ في طريق يسار، بس لا لا حنا نبغى نروح يمين. مهندس الأصوات يعني يبغى له جلد. تشوفون البيبيز اللي هناك؟ شوفوا الاطفال، شوفوا الجثث اصلا اللي موجوده تحت، واسمعوا اسمعوا اللي نابح ذا. اسد؟ لا 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 مو اسد، لا تحسبون اسد. يا اخي احس في احد جاي علي من ورا. ها وينك؟ ما اشوفك ترى. اوه لا والله هذاك بيبي. شوفوا اتوقع اني اقدر اجي هنا. لا 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 جا جا، اطلع اطلع. ما يقدر ما يقدر يطلع، ما يقدر ما يقدر. اقول عم الحاله، عركت انا يا جماعه، الغرفه بارده بس عركت، وخايف ان احد يجي علي من ورا والله العظيم. ايوه تشوفونه تحت. طيب حلو 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 حلو، هذا الهدف اللي نبغاه، نبغى نرمي عليه قنبله. وجو الاطفال ما شاء الله على التربيه ما شاء الله. شوف بحاول ارمي عليه هذه، بس ما ادري كيف اجيبها عنده بالضبط. ايوه ايوه بس بس ايوه ايوه، قدامك روح تقدم. يس مات؟ لا والله ما مات. ليش ما تموت؟ تبي واحدة ثانية؟ والله لا اعطيك. اه ما عندنا.
طيب دقيقة، لا لا عندنا عندنا باقي ايش باقي ايش تيب حلوين. هات هات ودي ألزقها فيه لأنك تقدر تلزقها فيه. ما لزقت ما لزقت بس بيموت بيموت يا خوي. مت. ايش الصوت ذا اللي على اليسار؟ ما مات يا عيال يا عيال قلت حيا. والله صرت اعرف كيف اسويها من كثر ما سويتها. ايوه اقسم بالله لو اه لا لا بعيده ذي. اي روح 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 اقسم بالله ما تستحي. لا لا البيبي البيبي جاء. لا اصبر اصبر هيل مو هيل. مات مات اوكي مات مات. خلنا نقتل ذول الكريهين صار ذولي ينطون عليك. شوف 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 يعطيك سبلكس هو يمسك بس. والله انكم مقرفين بشكل. بس باقي في صوت اقدر اشيله. اوه اقطع منه اخذ منه جلد اظن. اوه هذا اسوي فيه درع او شيء صح؟ ايش الاصوات ذي يا عيال؟ في اصوات غريبة. او صوت شلال ذا. اقول لك المكان مقرف بشكل يا جماعة. طيب حنا نبغى البطاقة ونطلع بس. وين البطاقة؟ تكفون تكفون يعني خدت خشبة. ما ابغى خشبة ابغى البطاقة. قادر اصعهم انا بعد. خدت شيء ثاني خشبة. لا ما ابغى خشاب يا شباب. اوه خدت كاميرا. اوه انا عندي عندي هذا شريط. لا هذا كسيت في شريط. اي والله هذا هو. اقدر اشوف بس لا لا ما ابغى اشوف الحين. اولا لاننا بنموت من الجوع والعطش. والله شربت ذا يخليني سكران الحين. الله يقلع من حاله. دقيقة شغل ذي. شيل الكاميرا مالها. شيل الكاميرا. ايوه شغل هذه بالله. نبغى ندور البطاقة هنا ضروري. هذه هذه لقيتها. لقينا البطاقة حقت المختبر اللي اسمه صحارة. فتدرون وقت النحشة قاعد اسمع اصوات كثيرة مرة. فعشان كذا انا اقول اننا خلصنا مهمتنا يعني. وش نحتاج نقعد له؟ ما يحتاج نقعد خلاص توكلنا على الله يعني. قسم بالله لو القى احد في وجهي الحين. اسمع واحد هنا يسولف صح؟ يا احد ما في احد. ايش ذا؟ خشبه. لا لا ما نبغاه. النحشه النحشه. تكفى تكفى اطلع. فجأة الطريق صار بعيد في الرجعه. فجأة. وش ذا؟ ليش بعدنا مره؟ يا اخي خلاص. طيب تدرون وصلنا عند الخيمه صح؟ ابغى اسوي سيف مره ثانيه. وين الخيمه؟ اه هذه هي. تكفون خلونا نسوي سيف احتياطا. لانه والله العظيم انا متوتر خاصه اننا بنطلع في الليل. فيا يعني. صح في الليل. لا لا في الصباح باقي في الصباح. الحمد لله يا زين النور. الحمد لله يا رب. السلام عليكم صباح الخير. الحمد لله. طيب تدرون ودي اروح البيوت حق الذولي هنا. لا لا بس اسلم عليهم بس. شوف يمكن ناقصهم شيء. اوهو دروا اني جاي بيتهم. دروا تشوفونهم هناك مره بعيدين. وتلطشت مع مجموعه قبل شوي. شوف شالوا الدرع حقي وبغيت اموت. ليتني ما جيت هنا والله صدق. والله ليتني ما قربت حتى منهم. الله يعينكم يا جماعة. بيجي الظلام بعد شوي ولا راح تشوفون ولا شيء. إذا أنا بالغصب أشوف فما بالكم أنت. أوه هنا نقدر نفجر. هل عندنا عندنا أو ما عاد عندنا ساعات ولا هذا هذا مو تفجير. في داينامايت عندنا داينامايت ما عندنا. يا قل عم الشغلة يبي لنا ساعة عشان نقدر نفجر هنا. أتوقع إنه يعطينا قطعة للسلاح. إحنا معنا السلاح أصلا صح؟ هذا إيه معنا قطعة من ثمانية. عندنا القطعة رقم اثنين فمطولين شوي. طيب انا ليش جيت هنا؟ والله يا الجماجم. والله لو يسامح ابليسكم. انتم هنا تاكلون الخلق. لا 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 طفي الكشاف الحين مدري اللمبه. شوف حاطين يا اللي ما تستحون على وجهكم. يلا يلا يلا. طبعا بيجوا. اسمع احد انا ليش؟ ها؟ قاعد اسمع اصوات يا شباب. والله ما اشوف. انا اقول ودنا نروح البيت. ايش رايكم؟ هل تتفقون معي؟ انا اتفق معي. هل تتفقون ولا نحط اوه دقيقه 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 يا شباب.
اما ما اقدر. لا كنت بحطه هنا. اوكي لازم هنا. ما حد يجينا صح؟ يي خلونا نبي. انا اقول الرقده. الرقده يا عيال. اوه ايش ذا الصوت؟ الله يقلعكم. حلو رقدنا. اللهم لك الحمد. طبعا هذا مؤقت، سيلتر مؤقت. اذا نمت فيه مره واحده خلاص ينكسر. بس والله يا اننا جوعانين وما عندنا الا هالكيت كات. بناكل عاد لين تضبط امورنا. قاعد افتش بيوتهم ما في ولا شيء مميز الى الحين. هذه كذا اشكال بس. توقعت اني بلقى فيها لوت، بلقى فيها حاجه. بس للاسف ما في شيء. بس اشكالها رهيبه مره. وعندهم زحليقه، يعني يبغون يدخلوا البيت ما ادري ينزلون قصدي من البيت يزحلقون. شوف ما في شيء. ابدا. ما في، فما اتوقع اني بروح للثانيات اللي قدام هنا. ما منها فائده. خلونا نرجع البيت. والحمد لله على سلامتنا. طبعا اكلنا كتكات ولقينا موي في الطريق، اللهم لك الحمد. وصلنا بيتنا الجميل. خلوني احاول اشوف العظام اللي هنا باقي فيه ولا لا. في عظام بس ما عاد في شلوطه. ليه؟ طفت النار. غسلنا اللي علينا بالخير، اخذنا البطاقه، انجزنا مهمتنا اليوم، ضبطنا الفخوخ. اعطوني اقتراحات بالله للدفاعات، لان شفتم اول ما بدينا داهموني وتورطت والله. فاقترحوا لي دفاعات افضل من كذا. وخر يا الجمجمه ما ابغاك. وبس هذا اللي كان عندي اليوم. اتمنى ان الفيديو عجبكم، لا تنسوا تدعمونا بزر اللايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. سلام عليكم. With the best of the best.